الأخيرة؟ هو ارتفاع ملحوظ في عدد الحالات اليومية الذي أصبح فوق 100 حالة في اليوم، ولكن لا زال مؤشر الإيجابية التحاليل المستعملة يوميا دون 5%، وهذا الرقم لما يتجاوز 5% نكون قد دخلنا في موجة جديدة. لازلنا في حدود على الصعيد الوطني في حدود 3.3%، وإن كانت في مدينة الدار البيضاء الإصابات أكثر، وكذلك مؤشر الإيجابية التحاليل أكثر. هذا من جهة. هناك كذلك مع ارتفاع هذه الحالات لا زال الضغط على المستشفيات وكذلك على مصالح الإنعاش والعناية المركزة خفيف وخفيف جدا، وحالة الموت تبقى استثنائية كل يوم. يمكن أن ندخل في هذه المرحلة في موجة جديدة، ولكن ما يلاحظ كذلك كما عرفته أوروبا في إطار الموجة الثامنة، وكانت في قلب الموجة الثامنة مهيجة أخرى، ولكن الحالات الحرجة والحالات الإماتة تبقى قليلة وقليلة جدا. الآن ما نلاحظ هو أن لا زال الفيروس بيننا، لا زالت الجائحة لم تنتهي بعد، وإن خفت حدتها ومع المتحور أوميكرون تبقى